السلام عليكم. مباراة 2007 زد والاتصالات اللي اتلعبت من 3 أيام في النهائي بطولة وي، معلش أنا ما اتكلمتش في أداء المباراة، كان في ضغط شغل وكده. يعني هو المباراة انتهت لصالح زد 3-1 وخدنا البطولة الحمد لله، وكان الأداء محترم جدا جدا من فترة 2007 في البطولة ديت. كابتن أسامة عبد الله مدير فني وجهازه، كابتن إسلام عمر النور، وكابتن مروان مدرب حراس، وكابتن هندي مدير إداري، وكابتن ياسين. الموضوع إن فترة 2007 كانت محتاجة البطولة ديت، فترة 2007 من الفرق المميزة في نادي زد وكانت محتاجة البطولة ديت، خصوصا بعد ما حصلوش على بطولة الجيزة. ولكن أنا من الناس المقتنعة بإمكانيات لعيبة فريق 2007 في نادي زد وبإمكانيات الجهاز الفني بالكامل. نادي مصرية للاتصالات مدير فني كابتن محمود علوان وجهازه الفني المحترم، يعني أنا مش عارف تفاصيل الجهاز بصراحة يعني، ولكن هم كلهم زملاء عمل وناس زي الفل. فرقة الاتصالات فرقة كورتها كويسة، ولكن خبرات اللعيبة أقل من إمكانياتها، يعني الضغط عليهم من فرقة زد، ضغط عليهم في نص الملعب، تم الاستخلاص في مواقف كتير. في بداية كلامي قلت إن هما لعيبة كويسة ولكن خبراتهم أقل، لأنهم بيحتفظوا بالكورة سنة زيادة أو سنتين زيادة، فده بيخلى زد ضغطوا في نص الملعب بقوة واستخلصوا. والأداء اللي كان بيميز فرقة 2007 في المباراة ديت هو الأداء الإيجابي، الإيجابي يعني اللعب الأمامي، يعني تم الاستخلاص فبيبدأ الانتشار وبيبدأ الشغل، وجه فعلا الهدف الأولاني لزد بالشكل ده، استخلصوا في نص الملعب واشتغلوا بسرعة وراحوا وسجلوا بشكل كويس قوي. السنتر فيرود كان بيركز، السنتر فيرود كان بيعمل محطه وكان بيشترك، ولاعيبه الاطراف كانوا بيشتغلوا بشكل كويس قوي، ونص الملعب في القلب كان بيضغط بشكل كويس قوي. ديفنس زد كان متماسك جدا، كان واخد كل الكرات العاليه وكان بيستخلصوا على الارض. عندي تحفظ على ديفنس الاتصالات، ما كانش فيه التزام بالمان، ما كانوش مركزين مع اللعبه، التمركز بتاعهم كنت بتلاقي في الاهداف اللي دخلت او في مواقف في المباراه بتلاقيهم متكتلين، مفيش انتشار. مش بس كده، ان هم كمان مش بيضغطوا على الخصم، مش بيضغطوا على الفيرود، مش بيضغطوا على نص الملعب، فده خلى ادى مساحات لزد ان هم يشتغلوا وان هم يتوغلوا في الخطوط الثلاثه لفرقه الاتصالات. فالتزام بالمان بالنسبة للاتصالات كان يعني قليل جدا، التمركز اللعيبة ما كانش أحسن حاجة، فده اللي ادى فرصة التهديف للاتصالات. كانوا ادى فرصة التهديف لزد، كانوا بيلعبوا على السنتر فيرود رقم 7 بتاع الاتصالات، سريع وقوي، عملوا واحدة لونج باص راحت ما بين السنتر باك وما بين حارس المرمى بتاع زد، مفيش توافق مفيش اتفاق، الحارس طلع، السنتر باك ادى للراجل بدماغه، عدت الحارس، الراجل كمل السنتر فيرود وسجل، وضغطوا على السنتر فيرود اللي هو الصريح بتاع الاتصالات اللي هو المميز، ضغطوا عليه بقوه وبداوا يشتغلوا شغلهم امامي، وركزوا معايا على الشغل الامامي، ما بيشتغلوش شغل عرضي. يعني لما الكره بتيجي الاتصالات بيشتغلوا امامي، بيحصل انتشار ما بين السنتر فيرود وما بين الناس اللي بتلعب في نص الملعب، واوقات بيكون في شغل بيشتغل من العمق، حد بياخد الكوره وبيراوغ وبيعدي ويوسع مساحاته وبيحط للزميل، وفعلا تم التسجيل لزد بالشكل دوت تاني. وفي حاجه كمان مهمه، ان الاتصالات ما كانوش بيستغلوا الكرات الثابته، بتبقى كرات عاديه جدا، الحارس بيطلع يمسك بكل سهوله. كلام انا بحاول اقوله وبسترجع المباراه وبحاول استشهد بمواقف المباراه. الكرات الثابتة لزد كانت أخطر،
كرات الركنيات كانت اخطر. اللعيبه اللي كانت بتيجي من العمق في نص ملعب زد على الاتصالات كان بيشتغل بشكل افضل واقوى، وبيضغطوا وبيروحوا وبيعملوا محاولات على مرمى الاتصالات بشكل كويس كمان. في حاجه مهمه عايز افتكرها، الاستغلال الكورسات العرضيه من لاعبي زد كان مميز جدا في الهدف الثالث. الهدف الثالث اللي اتعمل بيه كروس والسنتر فيلد حط بدماغه بشكل رائع جدا. كل الحاجات دي تحسب للجهاز الفني في الفتره الاخيره، متواضع اداء اللعيبه، كل الحاجات دي تحسب للاعيبه زد. عملوا مباراه كويسه جدا جدا، ادوا بشكل كويس، ادوا بشكل ايجابي، بشكل سريع، بشكل قوي. كان نتيجته ان هم سجلوا 3 اهداف في مرمى الاتصالات، في ملعب الاتصالات، وخد البطولة من نادي الاتصالات. ألف مبروك للجهاز الفني كابتن أسامة عبد الله وجهازه، هارد لك للكابتن محمود علوان وجهازه الفني نادي الاتصالات، وبنشكرهم جدا جدا على حسن الاستضافة. وأتمنى أكون ما طولتش في الفيديو، وأتمنى أكون قدرت أعمل احتواء لكل المواقف الفنية، وبشكركم وسلام طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله.